قضايا ومشاكل هذا الشعب المقهور. كما كتشوفوا الان نحن نتواجد قدام المحكمه ديال الابتدائيه ديال صقسيط. الاساتذه المفروض عليهم التعاقد كيجسدوا هذا الشكل في سياق اللي الكل يعرفوه، وهي استمراريه ديال المعركه ديال اسقاط التعاقد، لانه واحد المخطط مشؤوم جا في القطاع ديال التعليم هو يخرب الاساتذه من اول يوم لهم وهم يناضلون من اسقاط هذا الخراب المؤذن بهدم المنظومه ككل. ثم السياق الثاني وهو اصدار 10 سنوات سجن الموقف التنفيذ في حق 10 ديال الاساتذه المناضلين. لا جرم لهم ولا ذنب لهم الا انهم كانوا في الرباط كيجسدوا واحد الشكل بسلميه وحضاريه، لكن للاسف دائما كنشوفوا التعامل بهذا المنطق ديال العصا والزجر. الان في هذه الوقفه اللي راكم كتشوفوها هي استجابه للبرنامج اللي تسطر مؤخرا في المجلس الوطني وداعي الى اشكال اما جهويه ولا اقليميه، وحنا جينا هنا باش نوصلوا رسائل. الاولى ديالها هو اننا صامدون حتى اسقاط هذا المخطط المشؤوم، هذيك اول حاجه. ثانيا لكشف الزيف والشعارات الان اللي كل شيء اللي كيتكلم عليها على ما يسمى بالنظام الاساسي الجديد، وهنا كنبغي نفتح واحد القوس وكنبينوا العوار ديال النظام الاساسي، وكان الاساتذه المفروض عليهم التعاقد يطالبون بادماج تشريعي. الاساس ديال المشكل الابرز ديال الاساتذه هو انهم خاصهم واحد الادماج المالي بمناصب ماليه تخرج في الميزانيه العامه ديال الدوله. هذه اولى، نكشف الزيف ديال هذه الشعارات للاسف انخرطوا فيها حتى بعض البيروقراطيات النقابيه كيبروا وكيدافعوا على هذا النظام الاساسي اللي وزير التعليم في حد ذاته كيتساءل تيقول كيفاش هذه الضجه كامله ومازال النظام الاساسي ما خرجش، يعني البنود ديالو مازال عاد الان غيتم المصادقه عليها، لكن للاسف كيتم ترويج لبعض المغالطات. حنا جينا الان باش نصحوها، ننادي بادماج مالي ثم الادماج التشريعي راه هو يعني واحد الامر اللي تبعي. ثم القضيه المركزيه الثانيه اللي جينا باش اننا نبلغوا رسائل لمن يهمه الامر هو انه عيب وعار اننا نكونوا في واحد القرن 21 ومازال
كيتحاكموا اساتذه بتهم واهيه لا لشيء الا انهم ينادون بالحقوق ديالهم. الان العالم كامل كيشوف الدول الاوروبيه كيناضلوا فيها رجال ونساء التعليم وما شفناش هذه المجازر اللي وقعت عندنا في المغرب ابتداء من الاستشهاد ديال السي عبد الله حاجي لي رحمه الله في معتصم ديال الرباط، ثم بالمحاكمات الماراطونيه، ثم بالسحل والضرب والاعتقال، يعني واحد المهانه اللي كيتعرضوا لها رجال ونساء التعليم. حنا الان اليوم قدام واحد المؤسسه اللي هي قضائيه، جينا نوصلوا رساله ديالنا، نحن رجال ونساء التعليم مسالمون، كنناضلوا بطريقه حضاريه، عندنا حقوق. من الاولى لو ان الدوله كتحترم راسها انها تجلس على طاوله الحوار وتحاول انها تحل، ماشي انها تبقى دائما كتهرب الى الامام. الان رساله اخيره بغيت نوصلها للاباء واولياء التلاميذ، الاساتذه الان في الخطوه ديال عدم تسليم النقاط راه داروا اللي عليهم، قراوا الوليدات، دوزوا لهم الفروض، صحوا معاهم الفروض، عطاوهم النقاط. المهمه ديال اصدار النقاط ماشي المهمه ديال الاستاذ والاستاذه، وانما هي مهمه الاداره والمديريه، لا يسال عنها الاستاذ. الان حنا وصلنا لهذه النقطه لاننا كل شيء كيعرفنا خمس سنوات وحنا في الشارع، تعرضنا كما قلت للضرب، تعرضنا للسحل، الاستاذه تعرضوا للتحرش، للاعتقال. الان عندنا حتى استاذه ماشي غير سجن موقوف التنفيذ، السجن النافذ في حق الاستاذه نزهه مجدي. وهنا كل ادانه والرسائل ديالنا لهاد الاباء واولياء التلاميذ، حنا رحنا اولاد الشعب، احنا جزء من الشعب، عندنا واحد الحقوق اللي كنتمنوا الجميع انهم يتفهموها، ثم نجدد النداء لهذه الدوله الا كان فيها بعض العقلاء انهم يداركوا القطاع، لانه هذا المخطط اللي اعترفت الدوله في كل مره بالتجديد ديالو دائما تقول بانه نعم التعاقد انتهى، التعاقد انتهى في كل مره، في كل مرة. نحن الآن نطرح سؤال، إلى متى؟ إن كان فيكم بعض العقلاء يوقفوا هذا العبث هذا اللي كيجرى في منظومة التعليم. وتحية لكل المنابر الحرة مرة أخرى.